حسب الهام الوارد اسفل الشاشه فقد اعلنت وزاره الدفاع الوطني في بيان انها اعلنت عن تسليم ثلاثه ارهابيين لانفسهم للسلطات الامنيه وهذا بالقطاع العملياتي لولايه ادرار الى ذلك فقد تم يعني وقد حصل طبعا النهار على هذا البيان الذي يكشف عن طبعا عن تسليم ثلاثه ارهابيين لانفسهم وهذا بالقطاع العملياتي كما اشرنا لولايه ادرار